يومية رمضان مع مول النكتة على قناة أنفاس بريس. ضيف هذا اليوم هو رضوان بوعلام، فنان متكامل، مطرب، ممثل، مسرحي. مرحبا بك على أنفاس بريس. شكرا لك وشكرا لكاع الطاقم ديال أنفاس بريس، وتحية للجمهور المغربي. وتما غير نقول لكم رمضان مبارك. سعيد، احنا سعيدين بهذه الاجواء ديال رمضان. خرجنا كل يوم رمضان و... الفطور على حسابك. على حساب. مرحبا. 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 لا بالعكس بالعكس. السي رضوان، كي كيجيك رمضان؟ رمضان هو واحد الشهر سبحان الله عنده واحد النكهة خاصة وعنده واحد الأجواء خاصة. تم الناس طبعا ديالهم كتبدل، كتولي واحد الرحمة في قلوب الناس، وواحد كيوليو متعلقين بالدين بشكل أكبر. فرمضان كنتمنوا يكون على طول العام، ولكن شنو هي الطقوس ديالك انت كفنان خلال شهر رمضان؟ خلال شهر رمضان بحال كما كتشوف اليوم، انا راه خارج كندور شويه في المدينه ديال الدار البيضاء، كنشوف الناس، كنتلاقى مع اصدقاء، كنديروا تجمعات قبل الافطار، نناقشوا بزاف ديال المواضيع، كان شي انشطه فنيه كنمارسوها قبل الفطور او لا من بعد الفطور. وكان نحضروا البرامج التلفزيونيه على القنوات المغربيه، وكنشجعوا بعضياتنا ونشجعوا الاعمال المغربيه اللي كنفتخروا بها طبعا. شنو الحاجه اللي ما يستغناش عليها رضوان بوعلام في مائده الافطار ديال رمضان؟ شوف، هو ماشي غير رضوان بوعلام، انما جميع المغاربه. ما يمكنش شي واحد يقول لك اجلس في مائده الافطار وما كاينش الحريره، واخا ما نشربهاش كاع ما تبقاش بلاصه، ولكن ضروري تكون الحريره في مائده الافطار اللي هي رمز من رموز المائدة المغربية في رمضان. حريرة عزيز عليك الكياس بكل تواضع. وضرورة أخويا، واش النهار كله المعدة خاوية؟ الله يديك. من الحمص والعدس والروز. علام، يعني أنت كفنان يعني كيدير مع الكفيفة مع هذا الغلاء هذا؟ واش غادي نقول لك، حالي حال بزاف ديال الناس، الكفيفة هي يعني نقصات شوية، ما بقاش كما كانت بسبب الغلاء ديال الأسعار اللي ولا نقدروا نقولوا أنه غير مبرر وغير منطقي، خصوصا أنه ارتفع بواحد الطريقة صاروخية. كنبغي نوجه رسالة للناس والمجتمع المغربي، خاصة أنه تعاونوا مع بعضياتكم، تعاونوا مع خوتكم، احنا كلنا نديروا يد في يد، كل شيء تعاون مع كل شيء، لأنه إلا ما عاوناش بعضياتنا ما كاينش اللي غادي يعاوننا. اللي في استطاعته شي حاجة يقدمها لخوه باش مع قسم الله، خصوصا في رمضان، لأنه فعلا ولات أزمة اللي هي خطيرة بزاف على المجتمع المغربي. كل واحد يعاون خوه باش مسخ الله. باش مسخ الله، 50 درهم، 100 درهم، 200 درهم، اللي قديت عليها غير إيطرة الحليب، شوية ديال السكر، شوية ديال الزبدة، كذا داكشي المستلزمات ديال رمضان، عطيها لشي واحد في سبيل الله. وهذا وغنشوفوا رضوان بوعلام في سلسلة درامية واقيلة في رمضان إن شاء الله. أي كما كيعرفوا الناس، في قبل رمضان كان بثت الحلقات الأولى من مسلسل الرحليات، وحاليا راه كيدوز في رمضان كل يوم خميس نفس الموعد ديالو. مسلسل اللي كنفتخر انني شغلت فيه مع جميع الطاقم الفني والاداري والتقني ديالو، مسلسل اللي يفتح نافذه على واحد الحقبه زمنيه في المغرب، على التاريخ وعلى التراث، على اللباس والتقاليد اللي ما بيناش بشكل كبير في مع الجيل ديالنا الحالي. فكنفتخر بهذا العمل، وكنشكر من هذا المنبر الحاج احمد بوعروة والاستاذه جميله البرجي اللي ديما كيفتحوا لينا فرص ومجالات. تحيه اليوم من هذا المنبر هذا. تماما، تحيه. سي بوعلام كيطرمدن شويه في رمضان؟ لا لا بالعكس. والو؟ لا لا بالعكس، ما كترمدنش. لا لا، شوفوا كان لا وتقولوا غنترمدن عليك دابا ما طلعش لي دابا. بالنسبه لك كيجيوك السيتكومات، المسلسلات، يعني البرمجه الرمضانيه في التلفازه بلا لغة الخشب؟ لا، بدون لغة خشب. ما غاديش نقول لك بلي راضي عليها 100% على لي سيتكوم، ماشي ما راضينش عليهم 100%، لانه الجمهور المغربي تعود على واحد الشكل معين من 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 الكوميديا المغربية، ولكن نقول واحد 70% من الاعمال ناجحة ما شاء الله. والدراما المغربية بصورة عامرة غادا في واحد الطريق اللي هي مزيانة بزاف، غادا في التقدم، لا من ناحية الكاليتي ديماج، لا من ناحيه الكاستينغ، لا من ناحيه الاداء ديال الممثلين، لا من ناحيه التاليف، السيناريو، القصه. فبالعكس، الدراما المغربيه غاده فواحد الطريق اللي كنفتخروا بها حنا كمغاربه، وصلنا لها فواحد الظرف اللي هو وجيز. سي بوعلام، كيتريني شويه في رمضان، كتحافظ على اللياقه البدنيه؟ انت اخويا كتشوف الكرشان، انت اخويا صافي مشات حيت باقي ما واكلش. يمشي يا مال، نمشي. كدير لا مارش؟ لا مارش، لا مارش، ما كيبقاش الوقت بزاف باش انك تريني ولا تلتزم بواحد النظام ديال لونطريمون. هذا راك عارف، مع الاعمال، مع التصوير، مع الحفلات، مع كذا كذا، فما تيبقاش لك الوقت بزاف. ولكن كيحاول الواحد انه يحافظ شويه على مور الفطور. واش كتمشي تصلي كدير قهوه من بعد؟ ضروري. هو شوف، هو الجو الزوين ديال رمضان هو مور الفطور، ملي كتصلي التراويح ديالك وتمشي للمقاهي، خصوصا شوف انا كيعجبوني المقاهي الشعبيه،
ديال مدينه قديمه ودار السلطان وكذا، كتلاقى مع الناس اللي هما كيفكروك بالاباء ديالك وبجدودنا، وواحد الطقوسه هي اللي زوينه بزاف، اللي كيلعب الكارطه، اللي كيلعب الدومينو، اللي كيلعب كذا، وكتسمع واحد الحوارات بين الناس الكبار اللي هي زوينه بزاف كتستافد منهم. فكل نهار تيكون واحد برنامج معين اكيد من بعد الصلاه. الصلاه اللي حاجه ضروريه في حياه المسلم بصوره عامه بغض النظر عن رمضان. كنعرفوك انت يعني مطرب، واش كاين شي سهرات في رمضان ان شاء الله؟ هو شوف، حاليا انا المجال ديال الغناء تقريبا وقفته الى اجل غير مسمى، مركز اكثر شيء على التمثيل. انا ممثل قبل ما نكون مغني، فمركز دابا على التمثيل اكثر، ولا كان شي حاجه ان شاء الله غادي تكون مستقبلا. اما حاليا في مجال الغناء ما كاينش شي حاجه. اخر كلمه للجمهور ديالك والجمهور ديال انفاس. كنبغي نحييهم وتنقول لهم رمضان مبارك كريم. تحيه للطاقم ديال انفاس، تحيه للجمهور المغربي كامل.